الأستاذة أشواق. يا أشواق، يعني إنه أولا الزوج يعني يجي يهمل الزوجة عشان مشكلة، أو إن الزوجة بقى تخاف فتقوم ماشية وقاعدة في بيت أهلها كل الوقت ده، طبعا أنا شايفة إنه لابد من تدخل الأهل ويبقى فيه ناس عقلاء وحكماء عشان نصلح، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. طاعة الزوج واجبة ما دامت في معروف صاحبة السؤال، والتوفيق بين الحقوق المختلفة ده أمر مطلوب، والضرر والإضرار أمر ممنوع. يعني الأمر في كل وقت محتاج لنوع من الحكمة والحيلة في مثل هذه الأمور. أنا النهاردة جاي أقول له أنا هغيب عنك أسبوع، عند والدتي والبيتين قريبين من بعض، طب ليه أروح أبات؟ طب إذا كانش الأمر ما يحتاجش كده أقدر أقوم بخدمتها، إطعمها وأروح وأرجع، ما أقولش لا هو الأمور مش عنده كده. كنت أنت بينتي أنه أنا مش عايزة أسيب البيت وعايزة أقوم بخدمة أمي وأرجع برضو على طول عشان أنا ما أقصرش في القيام بحقك، ربما ده كان ما خلاهوش يوسع الموضوع. أنا بعد أسبوع لقيته ما كلمنيش، أو ما أظل في بيت الأهل ولا أرجع كده ويمكن ما أقعد معاه وأتكلم معاه في ساعة كده طيبة، الحواجز دي تزال، الزعل ده يمشي، أطيب خطره، مش أوصل الأمر إني أقعد شهر. أنا شايفة إنك ترجعي فتشوفي بقى حيلة أو وضع مع أهلك إنك ترجعي بيتك وإنتي عودي تكلمي معاه وبالراحة، حتى لو إنتي عارفة لعل ربنا سبحانه وتعالى يصلح الأحوال. وقبل ما تقعدي تكلمي معاه صلي ركعتين لله إن ربنا يهيأ لك من أمرك رشدا، ربنا يهديه ويهيأ لك من أمرك رشدا. ما نوسعش المواضيع، إيه مخصمك؟ ما بيحصل إن الزوج بيخصم زوجته والزوجة بتخصم زوجها، بيحصل ده، بس مش عايزين نوسع الدايرة. يعني ده في دنيا الناس واقع، أمر طبيعي بيحصل، ما وسعش أنا المسألة وأقعد بقى بدل الأسبوع شهر. ما هو لازم يهددك إنه يروح يخطب، طبعا أنا مش مع تصرف إنه تبقى أنت بتخدمي أمك وهو بيعمل كده، بس مش وأنا بخدم أمي أضيع حقه، ولو أنا بضيع بخدمه أضيع حق الأم. الاتزان مطلوب، الأمر يحتاج لحكمة ويحتاج لحيلة في كتير من المواقف الحياتية اللي بنمر بيها، وإن شاء الله ربنا يصلح الأحوال وترجعي والأمور تكون أفضل مما كانت قبل ذلك. يا أشواق.